ويا مرحبا الساعة، يا هلا ومرحبا، واليوم فيكم نرجع على أساس سكاي لاين. سوينا آخر مرة هي بوابة، لحظة هاي ألتا بتشوفوا. طب زين، سوينا آخر مرة شو بوابة المعسكر، بقالها شوي صراحة يعني بعض أمور، بس حق الحين أشوفها زين، حق الحين أشوفها زين. ممكن نسوي شغلات ثانية الحين، اللي هي كشي يسد المكان وهذا وحواجز ودنيا، بس ما بطول الموضوع يعني، ما بطول، ما بخلي الموضوع كبير وايد، بس أبى أحطي مبنى إدارة، أبى أحطي مبنى إداري أنا، نيو بلدنج، هي ها أعرفه برايه. إنزين نبغى نحطي مبنى الإدارة، مبنى الإدارة لازم يكون عندنا، لازم أول شيء واحد بيدخل، سوري. أول شيء واحد بيدخل يبي يروح مبنى الإدارة إذا عنده أي شغلة، كلها بالعربية يا حبيبي. زين، هل لو بنينا إحنا نزور نسوي أي شيء؟ زين، نبغى بشكل أساسي يكون عندنا مباني إدارية الناس ترجع لها في أي حالة من الحالات. عندنا مشكلة شوي في ديزاينات اللي أنا كنت أدور عليهم كمباني عسكرية، بس حصلت شوي، حصلت ولي تاري خلنا أغير، بس حصلت على المواضيع الجيدة يعني. مثلا حصلت هذا روبوتكس انستيتيوت، هذا حلو يكون يعني صراحة، لأنه يوحي بأن شو اسمه، والميوزيوم هذا أنا بعتبره إدارة المعسكر. وعندنا كم اوفيس، زين بنحط لنا مكاتب صغيرة اللي هي نفس هاي، تشوفونها هاي وايد حلوة حق براكس، عندنا مكاتب صغيرة وايد منها هاي، شو هاي سوينا براكس، براكس سوري مش براكس، اللي هي أماكن العمل إن شاء الله. المهم خلينا ننزل نشارع، بنطلع من قريب البوابة ولا الواتش تاور، بنطلع قدام اللي بيجي زيارة طبعا بيحصل لوحة وين تأديه إلى وين، لهني إلى مباني وين منو الإدارة، بتكون مباني إدارية بحتة، مباني إدارية بسيطة وأمورها طيبة. شوف هذا فنان الصراحة يا ابني، شوفوه نسويه بالطريقة شو، إن يوم هو يجي أكله كوميرشال ترى تعتبر. اوكي يكون في مباني هنا عندنا، بعد اماكن اللي الناس بتسكن فيها، هاي بعد ترى المباني نفسها تعتبر نوعا ما اداري يعني، مو مشكلة بقول يعني اللي يمشون الحال اللي هم. خلينا نشوف انه بيوت حلوة، شوف النبي جميل، هذا فنان، هذا هي هذا حق معسكر، بس يباله مكان ثاني، بنحط لهم رستي ويرهاوس، هذا بعدين لاحقين عليه، لاحقين عليه حاطين هاي اللي هم أصغر عنا، ونحط لهم في مكان بارك. الحين يبغى حديقة، شوف المباني الإدارية هاي ما حصلت أنا الصراحة بالضبط اللي أباه، بس في شغلات زينة يعني حصلناها. وين صار 2x4؟ بعد هاي 2x4 حلوين، مبنى إداري طبيعة الحال نبى باركنات، طبيعة الحال نبى شو باركنات، هاي حق المنطقة كاملة. خلنا نوصلهم كهرباء بس وماي، نبى كهرباء تيني من الشارع
لأنه صعب توصيل الكهرباء بشكل ثاني أسرع. حاطين لنا كهرباء هني، نوصل لهم ونبغى ماي. ماي بعد درب طويل. لحظة، ركبها هيك. خلينا نحط لنا سامون هنا، والله شو هذا بعد سامون بيطلع مع الوقت. ما هو حلو لو كان عندنا مباني جاهزة، بس هذا مبنى الإدارة عندنا. ساين ويت سبيد، كم سرعة الشارع هذا؟ خلي نفس السرعة تقريبا 40. نكتب هني سبيد داخل المعسكر بعد فوق 40 وايد. بعد يدخل هني ما يقول ما شفت السرعة، إذا زخوه الجيش وزعل ترى مشكلته. بعد كله ممنوع الباركن هني، ترى كله ممنوع الباركن كله. شوفوا 40، لا حد يقول ما شفت بيندك. معسكر هذا مالي خلقه زعل. 40 مصابين مكتوب ولا لا؟ خلينا نحط الشارع هذا عين من يدخل 40، وهذا الاتجاه 40، وهذا الاتجاه مفروض 10 الصراحة، مو 40 لا 40. عسل يوم يدخل مدخل هذا يشوف الوحي. ما اعرف والله، وهذا ما في انسى زمانك. مشكلته عندنا هني بعد علامة لازم نحطيها حق الباركن اللي جاي. هني في ايوه حطي بالطريقة هاي، ما يقول لي والله ما شفته، بسير ادور باركن. الباركن حيبي يزخونك الجيش لانونك العام، ما في رحمة في الموضوع كله. وصل. زهري هذا اسمه ازرق. اوكي ازرق علامة باركن. هي لازم شو في مزاح وما في مزاح. ونبى مكاتب، عندنا مكاتب جانبية، عندنا مكاتب وايد شغلات عندنا وايد امور. نبغى نحطيهم هني 4 4 4. هاي البسة ما أكثر، ما يبون أكثر، بس يمكن يبنون. أنا بنحط هاي، وعند كل واحد بحط شو باركن. الباركن في الحديقة كم؟ لحظة خلنا نشوف. هذا هني باركن، هني باركن، هني باركن، هني كل مكان يكون له باركن. شوفوا اوكي ممتاز، كل مكان يكون له باركن. اقول ما عندي باركن، عندهم باركن، هذا باركنات اكثر منها ما في ذا المكان. مكان يعود لنا ويتحمل يعني، مش قضية يعني. وعندنا وحدة النقل هني بتكون قريبة، من يروح الستور من يرد من يسوي لازم. هاي المساكين تشوفوا لك هني موقف شاحنات. هاي السيدة إذا في مهمة قريبة يطلعون الشارع دايركت، موجودة عند مبنى الإدارة. لازم عنه الإدارة. شوف عندنا وايد شغلة ثانية نقدر نستعملها، بس ما نبغاهم كلهم يعني، ما نبغاهم كلهم. مثل هاي، هاي مو منه فايدة بالنسبة لي لأنه مكان عسكري. نص نص يعني، لا أكثر ولا أقل. ليش كارجو يارد؟ بس سيايير، أنا منزل سيايير. سيايير منزل سيايير والله، ما أدري وين صار صدقه.
كل السيارات القديمة، مو بس السيارات القديمة، حق السكراب يارد اللي بنسويه عقب، ما نبغى الحين، الحين مو منه فايدة. شو اسوي فيه الحين؟ المكاتب اوريدي طلعتها، بس اللي حطيناهم اس هاوس اظن يمكن فيه بق، فبنحط سكن صغير هني. سوري مش هذا، بنحط سكن صغير هني، سكن صغير هني، سكن صغير. بس هني المكاتب لازم تطلع، يعني اذا ما طلعت المكاتب بتلعوز شوي، لان انا معتمد عليها من نوعين، ابغاهم يطلعون دايركت. هاي يمكن يطلع دايركت، هذا هي ما عنده وقت استوى، يعني في بعضهم فيهم بق. مكاتب الجيش اوكي، وعندنا مكان حق باركنج هني. مو مشكلة اوكي، بنحط هني، خلى برايا هذا، نبغى باركنات هني اوكي، بارك هني وبارك هني، ونحط الاوفيس الصغير نراجع فيها هني اوكي. بيكون جيد جدا، جيد جدا. شوفوا يرد تبيعا، زين اذا اغير فيها حتى واحدة مساحتها صار في هاي المصيبة، اظني يحكم في بعض ولا لا، هاي تاخذ ثلاث المفروض ما تجي سايت، ما بهم سيد عند بعض اوكي، مش سيد عند بعض حلو، ياخذ وقت شوي كذا اعادة بعدين نسوي. بتشوف يختفون، وتهل وتهل زعلوني الصراحة. سولوشنز اوكي، بنعتبرهم هاي المكاتب، هاي هاي سكن حلو مضبوط، السكن هذا والله تصدقون مضبوط، في شاحنات هني كمدخل من الإدارة، بس كيف انت عندك مكان نفس هذا ما في بروتكشن؟ نبغى يعني نوعا ما يكون مش 100% بروتكشن، يعني الايربورت كامل حتى جميل والله، الايربورت هذا والله حلو صدق. زين نحن اللي نبغاه هذا، وين يروم يسكر هذا؟ يلا مو مشكلة، تشوفون هذا بوابات، ما حد يطوف البوابة هاي، شو مكان يعني؟ هي استوي طر فنان، كل شي بوابات يعني، مو شي غير بوابة، كل شي بوابة، كل شي بوابة، لازم لازم لازم. اوه شوف محلانا البيت طلع، شوف هني يقربون تشوفونه، هذا كمستوى يعني نحن نتكلم سبيشال هذا الكارت اوكي. نبغى مكان حق الحراسة هني، عشان ابن ادارة محتاجين عسكري يطلع، محتاجين عسكري يكون هني طالع. ايش عندك؟ ايش عندك؟ يقول ايش عندك؟ لازم يتسر عليه. عبر لبسان تخيل، هاي لازم، هاي لازم حماية بوست كارد
ما عنده حماية مصيبة. هذا نوع من أنواع استعراض الجيش على الاعتبار، ترى عسكري إذا طلع يكون في شيء قدامه يحمي. فرض واحد داش عليه مسدس ولا شيء، لا ما يستوي، ما يستوي حبيبي، هذا عسكري، هذا ما يمزح وياه، عسكري يكون شيء جامد. العسكري إذا مزحت وياه معناه ما منه فايدة. أوف أشوف أسد، أنا هذا شو هذا قطو، شو هذا كوغر نمر، والله محمية هاي السفاية، ممكن ينفع كل شيء. انزين نبغى بعد ساند بوكس تحمية مليم، في حال حد يحاول يدمر مكان، بس في مكان يمر منه شوفوا أهم شيء. نعم ما الحقيقة هذا، أيوة في واحد دش ولا وقف على البوابة، يعني بتخيل انه وقف، بتخيل انه وقف. هذا مكان البواب محمي 100%. هذا منو؟ هوكنز بورز لايت، ها واحد يصلح مسكين معسكر. قام يجون العالم حلو، بس من وين يجون؟ من اخر الدنيا خط طويل يلفون اظني، يلفون مهني. ما اتوقع بس سيتي سكاي لاند بس عسكري يدخلون، يعني يدخلون كل شيء داش طلعوا. يعني الحمد لله يعني. مش هذا تانك، هذا زين. حطيت دبابات بس تصير الحين، ها نمزح وياهم، الحين نمزح وياهم، ما نمزح وياهم يا حبيبي. نيل جد مبنى عسكري هذا، دايما كله ساند بوكس ودنيا وحركات و... حبيبي عليكم انت، بس نمزح نحن نمزح. بس هالمباني انا مضايقتني ترى شوي، فشكلي شو بسوي، بحط مكاتب من هاي، طلع مكاتب هني، هي طلع كيف اشكالها. لا والله زينات زينات، يعني هذا مشروع ناجح. سوي انت كذي بركات عندهم مرة، سووا اللي يبونه، مو مشكلة مش قضية. هاي البيوت ترى، هاي البيوت، بس نبى بيوت هني اللي هي العماير الأكبر السكن، مش طباط يعني. هني بطلع شارع ورا بحطي، إذا طلعت شارع بهدم واحد، مو مشكلة، ما عندي مشكلة كبيرة في الموضوع هذا أنا. بس هذا لازم يكون جهة إدارية هني، والسكن ودنيا وحركات يكون كبير شوي، لأن عقب المكان ما بيكون مشبك كامل ترى، بس في أماكن معينة نحتاج فيها تشبيك، نحتاج فيها حماية، نحتاج فيها بوابات، يعني يكون في بوابات داخل بوابات، يعني هذا مبنى إداري تحت البوابة الأساسية مال الجيش، بعد يكون في بوابة نفسها تفتيش يكون داخل ترى، وبيكون بكل بساطة تعال وادخل كل مكان تبغى، والعب مكان مش سبيل، مش سبيل. بس نبغى سكن عساكر نحن هنا ورا، ورا مبنى الإدارة، بس مو بيكون ورا مبنى الإدارة، عقب مبنى الإدارة لا تمويرهم يخطفونا هناك، هاي موضوع ثاني ترى. فيبالي بوابة ثانية اللي هي شو من كي تقدر احطي، مش كمان نزلت عند بعد وادي بالشنط جيت، بس ممكن حتى هني حق السكن مولا، لأنه بيكون في مدخل للسكن اللي هو هني، بس مو بحطي من الإدارة، ما بحطي من الإدارة، حطي من هني. هذا سكن الأفراد هني، بيكون داخل بيكون سكن الأفراد، اللي بيجي سكن الأفراد وبيختصر بيطلع من الإدارة دوام الصبح هني، وين بيجي من هني يسير إلى موقع عمله، ولا موقع نومه بالأحرى، مش عمل هذا، هذا موقع رقد. بما أن النظام عسكري لازم كل شيء يكون شوي معقد يعني، فعادي يعني.
المكان مع خالد كيف يكون مضبوط. شوف كيف رصة على البحر مرة، والله بيوتيوب رومانسية صراحة. يعني أنا بس كان هنا ما عندي مشكلة، على البحر والدنيا وحركات، دخل داخل شارع منتهي، وهني أبا داخل بس يكون شوي، هني بيكون في دكاكين جمعية وربعة عرفتوا يعني، جمعية ربعة وين بيكون يعني، لازم بيكون عندهم جمعيات. بس السؤال كيف نسوي البركسات بثلاث بثلاث، هي بثلاث بثلاث اوكي بيكون مع موير صار بيكون وايد اوكي بيكون، هذا اصغر حبة ضيق قياسنا. ما عليه ما عليه، هني طبعا شارع يعني مو بنحط سكن. هاي ثلاث في ثلاث في ثلاث بيكملون على ربعهم، بحسن ربعهم. هذا ثلاث ثلاث ثلاث، هذا بيكون سكن. يبون كهرباء تصور، هني مو ببني شي شارع عام برايهم، بحطيلهم دكاكين. هذا بيلفون يمين هني، بس دكاكين بيكون صغيرة. نفس الشيء 3 باي 3 3 باي 3 باي 3 3 باي 3 بس. خلنا نمسحها مقابل هاي مقابل هاي، 3 في 3 هذا بيعدلون الأرض هاي شوي مو مشكلة. هني دكاكين بيطلع من سكن مالهم بيروح دكان كان. اوكي هذا المايك بيكون في مايك، اكيد لازم مايك، بدون مايك بعد كيف يعيشون؟ مصيبة هاي مصيبة. واحد المبنى الاداري والسكني مالهم وين؟ هنا بيكون جيش يعني، بس عنده فلوس يبني مايك ترى يعني. في جيش ما عنده فلوس يبني عمارة؟ ما في. أفخر جيش في العالم أظن بيكون عنده. إيه موضوع معسكر مبنى الإدارة وهذا كيف يدخلون كيف يطلعون كله، لازم بس يكون فيه شو الهدف منه، إنه يكون فيه شيء شوي تعقيد يعني، إنه ما يكون السيستم سهل الدخول والخروج منه. طبعا خليت شو ثروات موجودة يعني، موجود عندنا معادن، الجيش نفسهم بيطلعون معادنهم حق صناعة السلحة، بيطلعون خشب مالهم حق التصنيع من هني من هني، بس صناعتين شوفوا من هني دايركت هني، بيكون في فرع هني. اوكي شارع رملي بهذا الاتجاه، ثم بهذا الاتجاه بهذه الطريقة هاي. زين نحط لهم هذا خصم الفورست هني بيكون فورت، ما علي بمن الدليل قبل المطار بعد مو مشكلة. هاي موارد كلها موجودة لاستخدام الجيش، وهاي تكون طريقة هاي. بس تيزح زحمة هني شي، بس بعد خلص تيزح زحمة احسن، مكان ما بيكون مزحم ذاك السود. هني لازم تكتكة ها كامل بنسوي منطقة صناعية. زين بنسوي هذا الدستركت، بنسوي هذا الدستركت بروحه أرمي وود فاكتوري، مصنع خشب الجيش. عندنا هذا ارمي ميتال فاكتوري، شوفوا كيف. ما دقيت انتر. ارمي ميتال فاكتوري، هذا تو ديستركس مختلفات عن بعض، يبغالهم بس ماي. بقولها
شو كهرباء، يبغى لهم كهرباء، يبغى لهم ناس زيادة تشتغل. لازم بوليس بوست هنا، لازم. كان عندي بوست صغير انا حاطنه، اي سجن لازم تشوفوا. هذا مثلا هذا شرطة بس مال منو؟ مال جيش. طيب فترة الكار كاباسيتي زيرو يا حبيبي. هني هذا اللي يفتش عليهم 24/7 بس ما يستوي، يبغون بوليس ستيشن لازم. اوز ميلتري بركس هذا حق بسوي قسم التدريب مع البراير، خرويكم فيها. هذا ميلتري بيس بتر الكار كاباسيتي، شوفوا هني بيكون عندنا داخل القاعدة. يوم بندخل هني وين ركسات وخازن، جزء من أجزاء القاعدة، هذا يغطينا الأمان والسيفتي الحين. بس مو مشكلة، خلينا نوصل الكهرباء وماي، حسب ما يصيح علي. شوف على طول قول ماي، شوفوا سيارات تطلع. ليش ما حطوا سيارات جيش صغار؟ هم بيكون اضطر. شوفوا هذا ميلتري بيس، هذا السكيورتي اللي بيحمي، ولا هذا ممكن أدقه هني عند البوابة. بصراحة هذا أحس مكان أضطر هني. هي هذا لازم هني يكون. طلع من هذا المكان، خلنا نبدل الشارع بس للباب. لا لا لا، مش هذا مش هذا مش هذا الشارع، عن الفضائح. زين هذا ها، طلع من هنا عند البوابة مرة، عند البوابة يصير. أب يا حبيب يا حبيب. المهم هاي وقت الحلقة خلص يا جماعة الخير، إن شاء الله في حلقة خادمة نكمل القاعدة العسكرية. وهذا كانت مبنى إدارة الجيش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.